الرئيس السيسي يفتتح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي ويوجه بالانتهاء من المشروع قبل 2024. زيلينسكي يؤكد أن السبيل أو السبل الدبلوماسية وحدها هي ما ستضع حداً للحرب في أوكرانيا. وزير المالية الألماني يشدد على أن الدول الصناعية السبع الكبرى تعتزم اتخاذ إجراءات حاسمة ضد ارتفاع التضخم. السادسة مساء في القاهرة، الرابعة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. من صحراء جرداء إلى أرض خضراء على امتداد مرمى البصر، تحول الحلم لحقيقة وخطت مصر أولى خطواتها على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي وتحقيق التنمية المستدامة. خطوة تكللت بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتهاء من مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي قبل عام 2024. جاء ذلك خلال افتتاحه مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي بمحور الضبعة، حيث أضاف الرئيس السيسي أنه يجب الانتهاء من مراحل المشروع بأسرع وقت ممكن، مؤكدا أن تكلفة الزراعة في مشروع مستقبل مصر أعلى بكثير من أي مكان في الدلتا. احنا كلامنا أن احنا ما نقدرش نستنى لغاية 24 يا بهاء. تمام سيادتك. طب ده هيبقى محتاج مننا واحنا موجودين دلوقتي كده يمكن نضغط على نفسنا شوية عشان الظروف اللي انتوا شايفينها، مش كده ولا ايه؟ صح. فيعني ارجو انك انت ايه يعني، انت عارف حاجتك اللي بتعملها وانا متأكد من كده. تمام سيادتك. لكن انا يهمني ان احنا كمصريين دلوقتي نبقى شايفين ده واحنا وشايفين تطوراته والاهداف بتاعته ايه، لان انا هتكلم في الموضوع ده على حاجات كتير. تمام. وبالتالي ادينا فرصه ان احنا نبقى مطمنين. انا ما اقدرش اكون مطمئن لو تجاوزت 23 يا بهاء. تمام سيادتك. في الرقم اللي انت حاطه هنا في مستقبل مصر، غير اللي في توشكا وبني سويف والمنيا واللاهون. اشار الرئيس عبد الفتاح السيسي الى ان تكلفه مشروعات حياه كريمه قد تصل الى تريليون جنيه، موضحا ان الدوله تقوم بتطوير الريف في قطاع الكهرباء والمياه والطرق ومشروعات اخرى. واضاف الرئيس السيسي ان زراعه الاراضي في الدلتا القديمه تمت على مدار سنين طويله جدا، مؤكدا ان الدوله الان تنتهي من مشروع ضخم في 4 أو 5 سنوات. هو انا النهارده في الريف مش بظبط الكهرباء وبظبط الميه وبظبط الطرق وبظبط عناصر اخرى في مشروع حياه كريمه يا دكتور مصطفى؟ وبنتكلم بنقول ان المشروع ده داخله في 800 900، ومع الاسعار اللي حصلت دي يمكن الرقم يعني يمتد منا شويه لتريليون جنيه ولا حاجه، ولا الكلام ده مش طيب؟ اذا كنت انت بتنفق على ال 10 مليون فدان اللي هم اقل من 10 مليون فدان كمان بتنفق على عشان تظبط جودة حياة الناس، واللي ما عملتوش خلال الأعمار السنين الطويلة اللي فاتت دخلك في 1000 مليار جنيه آسف في 3 4 سنين احنا بنتكلم فيهم. يبقى انت هتستكتر ان انا لما اجي ازرع واعمل هنا كل شيء من الكهرباء للطريق لتسوية الأرض لشبكات الري للترع، الكلام ده كان معمول على مدى اتعمل في مصر، اتعمل في 400 500 سنة عشان تزرع الأراضي ديت في الدلتا القديمة، اتعمل الكلام ده في 400 500 سنة، أنت جايز عايز تعمله في 4 5 سنين.
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة مسؤولة عن السيطرة على أسعار المنتجات حتى نهاية العام. وخلال افتتاحه مشروع مستقبل مصر الزراعي، شدد الرئيس السيسي على أهمية تكامل عمل مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والغرف التجارية حتى تنتهي الأزمة الاقتصادية العالمية. أنا قلت الكلام ده من أسبوعين، لأن إحنا مسؤولين كدولة يا دكتور مصطفى على أن تفضل المنتجات متسيطرة على أسعارها ما أمكن حتى نهاية هذا العام. حتى نهاية هذا العام. نهاية هذا العام. إن شاء الله. وجهدنا مع بعضنا كلنا كمؤسسات، مع مجتمع مدني، مع الغرف، مع الأسواق، لا ينتهي حتى تنتهي الأزمة دي بتداعياتها. إن شاء الله. فشوفوا الموضوع دوت، ونحن ممكن نتحرك فيه ونعمله يا دكتور مصطفى. وعقب افتتاحه مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي بمحور الضبع، قام الرئيس السيسي بجولة تفقدية للمشروع، حيث استمع خلالها لشرح تفصيلي حول مكونات مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي ومراحل تنفيذه. وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا دكتور عادل عبد العظيم، وكيل مركز البحوث الزراعية. دكتور عادل، بعد التحية، منذ أن أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسي إشارة البدء بتنفيذ مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي قبل سنوات، تولي الدولة المصرية أهمية بالغة للمشروع. كيف ترى ذلك التوجه وتلك الرؤية بعد أن تابعنا اليوم الطفرة التي تحققت على أرض الواقع؟ اهلا وسهلا بسيادتك. مشروع الدلتا الجديده احد مشروعات التوسع الافقي اللي الدوله بتركز عليه خلال الفتره الحاليه، بجانب منطقه توشكا وشرق العوينات والمشروعات الزراعيه للسيناء وفي بورسعيد الى اخره. مشروع الدلتا الجديده سيادتك ده مساحته في حدود 2.2 مليون فدان، وده بيمثل حوالي 30% من الدلتا القديمه اللي هي بتصل حوالي 6 مليون فدان. المشروع ان شاء الله من المشروعات الواعده، لانه مشروع زراعي صناعي من الدرجه الاولى. ان شاء الله هيكون فيه مشروعات مجتمعات عمرانيه جديده بجانب المصانع اللي يتم انشائها لزياده القيمه المضافه للمنتجات الزراعيه. بدل ما بنصدر هذه المنتجات كماده خام، هيبقى فيها عليها حلقات من سلسله القيمه عشان نزود قيمه المنتج النهائي، وعشان يكون في عائد بالنسبه للمنتجين يساعدهم على الاستمرار في عمليه الانتاج. الدلتا الجديده سيادتك من المشروعات الواعده ليه؟ لان هي طبعا بتتوسط موقع فريد قريب جدا من الموانئ المصريه، قريب من اسكندريه، قريب من المدن الصناعيه زي 6 اكتوبر والعاشر من رمضان. وبالتالي فان فكره التصنيع والتصدير هتكون سهله وفي المتاح، بعكس المناطق الاخرى اللي هي بعيده عن الموانئ التصدير. نعم. كمان من المشروعات الواعده لانه حضرتك المناخ نفسه في هذه المنطقه قريب جدا من مناخ الدلتا القديمه، مناخ لطيف يعني معتدل، درجات الحراره في الصيف مش عاليه جدا يعني زي مناطق مصر العليا. نعم. درجات الحراره في الصيف وفي الشتاء مناسبه جدا لانتاج معظم المحاصيل اللي مصر بتحتاجها سواء في الصيف او في الشتاء. لو قلنا بالنسبه للشتاء مثلا محاصيل استراتيجيه زي القمح وزي الفول. نعم. زي البنجر وزي محاصيل الخضار، كافة محاصيل الخضار من طماطم وخيار وفلفل والى اخره وتوم وبصل. برضه بالنسبة لمحاصيل الاستراتيجية في الصيف معناها الذرة الشامية حضرتك، سواء الذرة الصفراء او الذرة البيضاء، بجانب برضه الى الخضروات اللي هي بتزرع صيفا، الموالح، البساتين الى اخره. كل المحاصيل الزراعية سواء محاصيل استراتيجية او محاصيل خضر او محاصيل بستانية يمكن زراعتها بهذه المنطقة، ويمكن زيادة الانتاجية في هذه المنطقة والحصول كمان على صفات جودة عالية جدا، وده اللي الدولة بتركز عليه في هذه المنطقة. نعم. إذن هي طفرة في المجال الزراعي المصري بكل المقاييس. الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، شكرا جزيلا لحضرتك. We'll be right back.
أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب المركزية الأولى، مشيرا إلى أن القدس الشريف والمقدسات الإسلامية والمسيحية هما مركز القضية وقلب تطوراتها. وخلال كلمته في المؤتمر 33 الطارئ للاتحاد البرلماني العربي، شدد جبالي على وجود مخططات خبيثة من السلطات الإسرائيلية للنيل من الهوية العربية للقدس والعبث بمقدساتها. وأكد أن السلطات الإسرائيلية دأبت على ممارسة انتهاكات صارخة ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية، ضاربة بعرض الحائط كل القيم والأعراف الإنسانية والدولية. كما أشار جبالي إلى أن الدولة المصرية ترى في الانتهاكات الإسرائيلية بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية مساسا غير مقبول بقواعد القانون الدولي الإنساني، لافتا إلى ضرورة قيام البرلمانات العربية بتحركات مكثفة دفاعا عن المقدسات الإسلامية والمسيحية، وتعريفا ببرلمانات العرب العالم بالانتهاكات الإسرائيلية. واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كل في مجال تخصصها، أسفرت خلال أسبوع عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية. يأتي هذا في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد، واستمرارا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي عدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بشتى صورها وعلى مدار أسبوع. نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في كافة مجالات العمل الأمنية، ففي مجال قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 117 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 4052 اسطوانة بوتاجاز، وضبط 12 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 98200 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 8863 قضية تموينية بمضبوطات وزنت 2258 طناً و16 كيلو سلع غذائية متنوعة. كما تم ضبط 111 قضية في مجالات التهريب خارج منظومة القمح وخلط القمح المحلي بالمستورد والتخزين الخارجي للأقماح المحلية بمضبوطات بلغت 1634 طن و495 كيلو أقماح. كما تم ضبط 16 قضية في مجال ضبط قضايا حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت أكثر من 53 طن سلع غذائية متنوعة. كما تم ضبط 1778 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر بمضبوطات بلغت أكثر من 131 طن سلع غذائية متنوعة. كما تم ضبط 118 قضية استيلاء على الدعم بمضبوطات بلغت أكثر من 90 طن سلع مدعمة متنوعة. كما تم ضبط 3 قضايا في مجال حجب مواد البناء بمضبوطات بلغت 20 طن. كما تم ضبط 4 قضايا في مجال البيع بأزيد من السعر في مجال مواد البناء بمضبوطات بلغت 95 طن. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 309569 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 70951 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 4682 من قائد المركبات، تبين إيجابية عدد 237 سائقا منهم. كما تم المرور على 179 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 617 من سائقي حافلات المدارس،
تبين إيجابية 10 سائقين، كما تم فحص 430 مركبة وتبين عدم وجود مركبات مخالفة لاشتراطات الصلاحية الفنية، كما تم رفع 407 سيارة و54 دراجة نارية متروكة ومتهالكة. وفي مجال ضبط مخالفات قائد الدراجات النارية، تم ضبط 14020 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوذة. وفي مجال الأمن السياحي، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 591 قضية ومخالفة، أبرزها حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار ومخالفات الشركات السياحية. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 93320 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت أكثر من 87 مليون و436 ألف جنيه. وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 333 قضية، من بينها 206 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات و127 قضية في مجال جرائم المطبوعات. وفي مجال قضايا الأموال العامة، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 93 قضية بقيمة مالية بلغت أكثر من 128 مليون و300 ألف جنيه. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 2721 قضية بقيمة مالية بلغت أكثر من 5 مليار و744 مليون جنيه، قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها، وجاري فحصها فنيا بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها، كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 13 مليون و562 ألفا و53 جنيها. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 332 قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 75 طن مواد غذائية وغير غذائية. ففي مجال الحجب والاستيلاء على السلع الاستراتيجية والسلع المدعومة، تم ضبط قرابة 15 طن مواد غذائية. وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية، تم ضبط أكثر من 28 طن. أما في مجال الحجم والبيع بسعر أزيد لمواد البناء، فقد تم ضبط 32 طن أسمنت في مجال قضايا المخابز. تم ضبط 419 قضية، من بينها 100 قضية خبز ناقص الوزن و84 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي، تم ضبط 14 قضية بمضبوطات بلغت أكثر من 402 طن أقماح محلية. أكد رئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي أن السبل الدبلوماسية وحدها هي ما سيضع حدا للحرب في أوكرانيا، وفي وقت باتت فيها المفاوضات بين كييف وموسكو في طريق مسدود. أوضح زيلنسكي خلال مقابلة تلفزيونية أن نهاية الأزمة ستكون دبلوماسية، مضيفا أن الحرب الدامية ستنتهي قطعا عبر السبل الدبلوماسية التي قال إنها الطريق الوحيد لتحقيق بعض الأمور. قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنز إن الدول الصناعية السبع الكبرى تعتزم اتخاذ إجراءات حاسمة ضد ارتفاع التضخم. وأكد وزير المالية الألماني أن المجموعة متفقة على أن التضخم يشكل تهديدا كبيرا لمواصلة التنمية الاقتصادية. وأكد أيضا أن البنوك المركزية مستقلة للغاية من ناحية، ولكنها من ناحية أخرى تتحمل الآن مسؤولية كبيرة. انتهت نشرة الأخبار، وإليكم أهم ما جاء فيها.
الرئيس السيسي يفتتح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي ويوجه بالانتهاء من المشروع قبل عام 2024. زيلينسكي يؤكد أن السبل الدبلوماسية وحدها هي ما ستضع حدا للحرب في أوكرانيا. وزير المالية الألماني يشدد على أن الدول الصناعية السبع الكبرى تعتزم اتخاذ إجراءات حاسمة ضد ارتفاع التضخم. انتهت نشرة السادسة من التلفزيون المصري. شكرا لكم وإلى اللقاء.